مشروع مسام من أهم المشاريع التي إن استطعنا أن نقول أن هناك للحرب إيجابية، فهو ربما من أهم وأجمل المشاريع التي هي تطفئ الموت، توقف قطع الأطراف. هناك كثير من الأطفال الذين تعرضوا لبتر الأطراف، وهناك ضحايا لمشاريع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، وبالتالي مشروع مسام هو مشروع حياة مقابل مشروع الموت التي تزرعه ميليشيا الحوثي التابعة لإيران. وهذا يحسب للأشقاء في المملكة العربية السعودية وللمركز الملك سلمان، أنهم يعني من أجمل المشاريع ومن أهمها ومن أفضلها، وما سيتذكره الشعب اليمني أنه ساهم في زراعة الحياة والابتسامة أيضا في شفاه الأطفال اليمنيين. بالنسبة لمشروع مسام، هو مشروع الحياة لليمنيين مقابل مشروع الموت التي زرعته الميليشيا الحوثية في كل مكان. مشروع مسام مثل خلال العامين الماضيين إنقاذ كبير للمواطنين اليمنيين المدنيين من خطر الألغام في الساحل الغربي، في الجوف، في مأرب، في عدد من المحافظات. استطاع هذا المشروع أن ينتزع أكثر من 167 ألف لغم وعبوة غير منفجرة. هذا المشروع بقدر ما أنقذ حياة الكثير من المدنيين بقدر ما يشكل مشروع حياة ومشروع إنساني كبير. كون المملكة العربية السعودية عمدت من خلال هذا المشروع على تطهير الأرض اليمنية من الألغام وتدميرها لعدم استخدامها من أي طرف مستقبلاً.